طب نرجع مرة تانية للدكتور محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء الطبي في غزة. دكتور محمد، أتمنى يكون صوت أوضح الآن. الحمد لله، تمام، الحمد أهلا لله، وسهلا بك، أشكرك واضح. أشكرك على وقتك. بداية أنا عارفة أنه أكيد هذه أوقات صعبة والعمل لا يتوقف، يعني لو ممكن تطلعنا على الأوضاع في مستشفى الشفاء تحديداً، كيف هي الحالة أيضا مع وجود تهديد طوال الوقت بأنكم قد تكونوا هدفا لاعتداء إسرائيلي جديد؟ يعني بالتأكيد، وأنا أتحدث إليك الآن، يعني سيارات الإسعاف لا تكاد تنقطع، وسيارات المدنية تنقل العشرات من الجرحى الآن وأنا أتحدث إليك، يمكن عبر شاشة التلفزيون لو كان عندكم لايف تشاهدون يعني أعداد كبيرة من الجرحى نتلقاها كل دقيقة وكل ثانية وكل ساعة. يعني هذا العدد الغير مسبوق من الشهداء والجرحى خلال 13 يوما لم نشهده في أي حرب أو أي اعتداء على قطاع غزة. الأعداد كبيرة وكبيرة جدا تفوق قدراتنا الاستيعابية في مستشفى الشفاء وجميع مستشفيات قطاع غزة. الآن يعني جميع الأسرة ممتلئة تماما عن بكرة أبيها. وضعنا الجرحى على الطرقات ووضعناهم في يعني الغرفة التي تحتاج فيها سريرين، وضعنا فيها 5 أسرة حتى يعني يتم التعامل مع هذا الكم الكبير من الجرحى والشهداء. وضع صعب جدا، المستلزمات الطبية والأدوية تقريبا يعني اكثر من 25% منها نفذت. يعني بالامس عندما حجزت مجزره المستشفى المعمداني نعم 500 جريح وشهيد اتوا الينا مره واحده الى مستشفى الشفاء. قمنا بعمل عمليات جراحيه لبعض المرضى بدون اجهزه تحذير وفي الطرقات وعلى الارض حتى نتمكن من، يعني انت تسمعين في الخلفيه الان 7 سيارات اسعاف دفعه واحده تاتي الى المستشفى. في وضع مثل زي اول يومين ثلاثه. الو، معك. سامعك. الو، نعم سامعين حضرتك، انا تفضل سامع دكتور. بس انا سامع بس بسرعه لو سمحت عشان ما يفتش الخط، لو سمحت الان على طول اشتكيني على الاستوديو. اوكي طيب، يعني لو ممكن حضرتك تقول لنا، هل يتم استهداف، ما زال يتم استهداف سيارات الاسعاف؟ طيب فقدنا دكتور محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء الطبي في غزة. زي ما حضراتكم سمعتوا 95% من كل المواد الطبية اللي ممكن يستخدموها لمساعدة الجرحى والمصابين نفذت. العمليات كانت تجرى زي ما سمعنا من دكتور محمد من غير تخدير في الأروقة، يعني وضع متردي. الله يكون في عونهم، ونتمنى أن بكرة إن شاء الله المساعدات اللي هتدخل يكون فيها جزء كبير طبي يقدر يخفف عنهم ويكون سند ليهم في ما يعيشونه من كابوس الحقيقة. أتمنى أن يزول قريبا.